بكرة الأصحاب الموسم الثاني ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. الإرادة 40، ستاند باي 35. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. ولاء وأحمد، أحمد وولاء. أحمد هتروح تسمع أغنية عند سليم وترجع لنا تاني. ولاء تعالي مكاني. كم سؤال؟ 10 أسئلة في 45 ثانية. لو ما عرفتش أقول باص أو مارش. لو أنا سكت حضرتك هتسكت. أنت مذاكرة كويس أوي. دربتي على تحت الضغط؟ أسماء دربتني. دربتي على... برافو عليكي. كويس، نشوف أحمد. تمام، مستمتع بالأغنية. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة منغوليا؟ جمهوري. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عمر في مسلسل زيبق؟ باص. الطريقة للخيمة الأخرى هو كتاب لأديبة مصرية راحلة، فمن هي؟ رضوى عاشور. صح. ومين اختار هي أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ شيرين. صح. عالم يوناني صاحب قانون الطف، فمن هو؟ باص. في عهد أي رئيس مصري راحل حدثت حرب الاستنزاف؟ جمال عبد الناصر. صح. كم عدد حروف كلمة متطوعات؟ 7. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة كوستاريكا؟ الفرنسية. غلط. يعد بحر بيرينج. هارد لك بس. كويس كويس يا ولاء، مش وحش مش وحش. كم إجابة صح؟ معرفش. 5 إجابات صحيحة من كم سؤال؟ ما كملتش التاسع. في سؤال الحقيقة أنا مستغرب إن أنت مجاوبتوش. بس خلاص بلاش الأسئلة أحسن. إيه أحمد جاينا دلوقتي، استني نرجع نشوف الأسئلة بعد ما أحمد يجاوب. سليم، عايزين أحمد ينضم لينا. هنشوف أحمد هيعمل إيه. أحمد تعالى مكاني. عايز تعرف ولاء عملت إيه ولا لأ؟ قول. هقولك، هي جاوبت على 5 أسئلة من 8، التاسع ما لحقتش أقول. تمام. لو الإجابة مش عندك باص. ما قلتش باص، هفضل ساكت. ماشي. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة منغوليا؟ جمهوري. صح. من هو الفنان الذي لعب دور عمر في مسلسل الزيبق؟ فاروق الفيشاوي. غلط. الطريقة للخيمة الأخرى هو كتاب لأديبة مصرية راحلة، فمن هي؟ باص. ومين اختار هي أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ شيرين. صح. عالم يوناني صاحب قانون الطف، فمن هو؟ باص. في عهد أي رئيس مصري راحل حدثت حرب الاستنزاف؟ جمال عبد الناصر. صح. كم عدد حروف كلمة متطوعات؟ 7. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة كوستاريكا؟ فرنسية. غلط. يعد بحر بيرينج جزء من أحد المحيطات. الهادي. للأسف الشديد إجابتك صح، ولكن مش حاضر أحسبولك، كان الوقت خلص. تفضل مكاني. كم إجابة صح؟ 4. 4. وفي 5 إجابات من ولاء. في الحالة دي هتدي الولاء 10 نقط هدية. تعال نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش. من هو الفنان الذي لعب دور عمر في مسلسل الزيبق؟ كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز طبعا. السؤال الخامس، عالم يوناني صاحب قانون الطف. أرشميدس. يعد بحر بيرينج جزء من أحد المحيطات، فما هو؟ وانت جاوبته المحيط الهادي، ولكن للأسف الشديد كان الوقت خلص. سؤال بقى اللي انتوا الاتنين جاوبتوا بنفس الإجابة، ما هي اللغة الرسمية في دولة كوستاريكا؟ الإسباني. اللغة الإسبانية بالظبط كده. كلنا نحيي أحمد ولاء. ولاء وأحمد اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. أحمد كنتوا كام؟ 35. كنتوا 35 و20 نقطة، عشان 4 إجابات صحيحة بقيتوا 55. الإرادة كنتوا كام؟ 40. وكم إجابة صح يا ولاء؟ 5. و10 نقطة دي بقيتوا كام؟ 75. 75 75 55. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لفريق واحد بس. 55 و25 يبقى كام؟ 80. تتقدموا. 75 و25 100. 100
تسهلوا المأمورية على نفسكم. هنشوف. أول سؤال ياسمين وأسماء، أسماء وياسمين. جاهزة يا أسماء؟ السؤال الأول، فنون، من هو الفنان الراحل الذي قام بدور المعلم حسونة في فيلم التوت والنبوت؟ كان بطولة عزت العلايلي ومحمود الجندي وسمير صبري وأمينة رزق، عن رواية الحرافيش لنجيب محفوظ. مين يا أسماء؟ فريد شوقي. فريد شوقي طبعا. إجابة خاطئة، مش فريد شوقي طبعا، من الإخراج نيازي مصطفى. في إجابة يا ياسمين، مش هتخسري حاجة، مفيش ماينس فايف. مخضوضة كده ليه؟ إجابتك أصلا مش فاكرة اسمه بالضبط. محمود مرسي. محمود مرسي إجابة خاطئة. حمدي غيث. حمدي غيث بالضبط كده يا أيمن. أرضك. السؤال الثاني، أحمد عبد العليم وأيمن أحمد، أيمن أحمد وأحمد عبد العليم، ولسه ما عندناش أهداف. السؤال الثاني، يقع جبل مكون بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ ارتفاع الجبل حوالي 4000 متر. أيمن إجابتك؟ هو المغرب. من أعلى الجبال في البلد دي، والمغرب الهدف الأول. برافو عليك أيمن، هدف بلا مقابل. اتأخرت ثانية يا أبو حميد. السؤال الثالث، إيمان وولاء، ولاء وإيمان. طبعا يا إيمان خلي بالك، لو ولاء جاوبت صح خدت ال 25 نقطة. مش هنسأل السؤال الرابع، ففرصتك انك تتعدي. طبعا يا ولاء لو خدت 25 نقطة سهلت المأمورية على فريقك. خير ان شاء الله. السؤال الثالث، نعناع الجناين هي رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ اتنشرت في 2006. إجابتك؟ محمد البساطي. محمد البساطي إجابة خاطئة. ولا هو تقريبا يعني حاجة إبراهيم. ولا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة خيري شلبي. السؤال الأخير، مايكل وهاني، هاني ومايكل. هاني ما عندكش اختيار غير انك تجاوب، حتى لو مايكل ما جاوبش هياخد 25 نقطة. السؤال الرابع، علوم، في أي مجال حصل العالم الأمريكي ويليام جيوك على جائزة نوبل عام 1949؟ إجابتك؟ الطب. الطب يا هاني إجابة خاطئة، مش الطب. إجابتك الأدب. مايكل الأدب. إجابة إيه؟ مضحكة دي بقى. مضحكة. إجابة مضحكة. يا مايكل أنت قلقان ليه؟ مبدئياً كسبت 25 نقطة، الحمد لله. ده أول حاجة. تاني حاجة، إحنا بنسأل سؤال في العلوم، فمش ممكن يكون خد جايزة نوبل في الأدب، مستحيل. طب وفيزياء، يا إما كيمياء يا إما فيزياء. فأنت كان لازم تقول يا كيمياء يا فيزياء. الإجابة الصحيحة الكيمياء. نتيجة في نهاية الفقرة، الإرادة 100، ستاند باي 55. ستاند باي. ابتدوا الماتش ده بتركيز، ولكن مع الوقت زي الماتش اللي فات بالظبط، كم سؤال سهل فلت منهم، ابتدوا يتوتروا تاني. ناحية تانية الإرادة، يعني بهدوء بياخدوا نقط، نفس المستوى، ثبات، ممكن يؤدوا أداء أفضل. الهدف الأول. لما أحرزت الهدف الأول ده ادانا ثقة إن إحنا ممكن ناخد ال 25 نقطة ونضمن بشكل كبير التأهل لدور الثمانية. فرق السكور مش بعيد، لسه ممكن يتلحق، ولسه قدامنا أسئلة نقدر نعوضها فقط عجلة الحظ. يعني سؤال واحد يطير من الإرادة وستاند باي يركزوا ويجاوبوا سؤالين، رجعوا تاني في المباراة. خلينا نشوف عجلة الحظ هتعمل معنا ايه، وهنقول مبروك لمين، وهنقول هارد لك لمين. نروح نشوف.
ستاند باي، المهمة بقت صعبة جدا، محتاجين تجاوبوا على أسئلتكم وكمان أسئلة الإرادة علشان تقدروا تكسبوا الثلاث نقط. هنشوف، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 232 ألف و500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.